اخواني معنا المهندسه فوزيه راشد القاضي، مدير بلديه مدينه خورفكان. السلام عليكم مهندسه فوزيه. وعليكم السلام، اهلا اخوي. كيف الحال اختي الكريمه؟ الحمد لله تمام الله يخليك. اول شيء نبارك لكم زياره صاحب السمو حاكم الشارقه وافتتاح هذه الحدائق وتدشينه لهذه الجبال. كنت قريبة كذلك اليوم من صاحب السمو حاكم الشارقة، إذا في مجال بس تعطينا المزيد وخاصة عن حديقة شيص، حيث أن الأخوة يسألون هل ستكون متاحة لعامة الناس أم لأهالي شيص فقط، وهل سوف تفتتح ابتداء من اليوم أو لما بعد؟ تفضلي. بداية أبارك لكم ولأهالي مدينة خورفكان بشكل عام وأهالي منطقة شيص طبعا لهذا الإضافة للمشروع في منطقتهم. وبداية أشكر صاحب السمو على اهتمامه بتنفيذ المشاريع طبعا سياحية وتنموية بالمدينة، وحرصه طبعا الدائم على توسعة الرقعة الخضراء والحفاظ على البيئة. بالنسبة للحديقة إن شاء الله بتكون اليوم مفتوحة لجميع زوار مدينة خورفكان ومدينة منطقة شيص إن شاء الله. ما شاء الله. طيب بتكون لأهالي خورفكان ولكل الزائرين لخورفكان. أيوة. للزوار بشكل. أيوة. عام. افتتحت الآن تعتبر؟ نعم اليوم إن شاء الله من بالمساء إن شاء الله بتكون مفتوحة إن شاء الله بإذن الله. طيب كيف رأيتي يعني الحديقة اليوم، وكيف رأيتي كذلك زيارة صاحب السمو حاكم الشارقة للمشاريع التي ساهمت البلدية كذلك في تنفيذها؟ ما شاء الله الحديقة جميلة طبعا من تصميم صاحب السمو الشيخ سلطان، والمميز اللي في هذه الحديقة انها حديقة تم تنفيذها على يعني بالجبل وعلى مستويات، وما شاء الله الحديقة يعني مغطاية بجميع انواع الشجيرات، النخيل، الجهنميات، تم زراعة الجهنميات، وسطح الجبل تم زراعة السدر والشوع، وكذلك تم إضافة المتسلقات على الجبال، كما أن هناك في جلسات ما شاء الله مظلات وبحيرة وشلال وكافتيريا. الحديقة جميلة وموقعها الاستراتيجي على ارتفاع تقريبا 600 متر ما شاء الله، ما عاد طب كم رقم يعني، بس ما شاء الله الأجواء جميلة ورائعة يعني ما شاء الله. يعني ما شاء حتى احنا اليوم كنا ما شاء الله بالصباح والجو يعني بديع في المنطقة ما شاء الله. الحديقة هذه حديقة شيص لا تبعد إلا كيلومترات قليلة جدا بينها وبين استراحة سد الرفيصة، وهذه كلها من المتنزهات الجميلة الراقية الرائعة التي تمتاز بالمنظر الخلاب وبالجو الجميل التي زودت بها مدينة خورفكان. كيف وجدتي إقبال الناس بعد افتتاح سد الرفيصة والآن كذلك التحقت هذه الحديقة؟ هل تعتقدين سيزيد الإقبال بشكل كبير جدا؟ والله أنا متوقعة من اليوم إن شاء الله تكون يعني مدينة خورفكان مزدحمة يعني فوق الازدحام السابق يعني، بس إن شاء الله بيكون في توزيع إن شاء الله السياح، يعني بيكون في إن شاء الله حديقة شيص، بعدين هذه المناطق اللي الجبال الأربعة اللي تم زراعتها، بعدها إن شاء الله سد الرفيصة ما شاء الله. يعني وحتى هذه الجبال سمو الحاكم لما وجه في زراعتها ما كان الهدف بس إنه المنظر الجمالي للطريق، لا كان يهدف إن العائلة يعني تروح بالسيارة تنزل في المواقف وتنزل تاخذ تقطف من هذه ثمار الأشجار إن شاء الله لما بتثمر، يعني كان هدفه إن الأسرة يعني تشارك في هذا الشيء. ما شاء الله ما شاء الله. في طبعا في موسم الثمار، في موسم الحصاد ان يعني. شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. على كل مثل ما ذكرتي الحين صار في تنوع، قبل كان صراحه قبل فتره بسيطه رحت سد الرفيصه ما وجدت موقف لسيارتي من كثر ما شاء الله الاقبال على هذا المكان. الان صار في يعني في مجال ان الواحد اذا ما حصل مكان في الرفيصه بيصير حديقه شيص، اذا ما حصل حديقه شيص بيصير نجد المقصار، اذا ما حصل نجد المقصار بيصير، لكن صارت كثيرة الحمد لله رب العالمين. هذه كلها طبعا نحن نتكلم عن قبل خورفكان، بعدنا ما دخلنا مدينة خورفكان، أما مدينة خورفكان فحدث ولا حرج، وأعتقد أن صاحب السمو لديه كذلك المزيد من المشاريع في القريب العاجل إن شاء الله في خورفكان إن شاء الله بإذن الله. على كل جزيل الشكر، جزيل الشكر للمهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية مدينة خورفكان. شكرا جزيلا أختي الكريمة، بارك الله فيك.